السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم لقاء تجدد في التغير المفصلي الاستراتيجي في المنطقة والحرب التي اشتعلت في غزة وتحرك الحوثيين وأذرع إيران في المنطقة. وحينما تشتعل المنطقة هنا تستغل إيران الموقف والقيام بمهاجمة كل من السعودية ومصر والأردن بحجة إن هم اللي بيحموا إسرائيل في الطريق إلى تحرير القدس. فهجمات تطال منطقة شمالية في السعودية، وأيضا إيران أوبزيرفر الإيرانية تحدثت عن أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخ باليستي في طريقه إلى إسرائيل. كلام خطير جدا ومهم عن استهدافات تطال السعودية لصواريخ باليستية في منطقة علقة في الشمال من في مدينة تبوك الشمالية. ولكن ما هو سر الصمت السعودي عن التحدث عن الضربات الصاروخية أو المسيرات، وفي نفس الوقت السعودية تعمل بصمت تام؟ إيه الأسباب التي تجعل السعودية لا تتحدث في هذا الأمر رغم أنها عندها القدرة لمجابهة إيران، مجابهة هذه الصراصير اللي موجودة في المنطقة؟ الحقيقة أنه ألويت الوعد الحق نزلت تويتة وقالت فيها لن ينسى الأحرار اللي هم الجحش الشعبي وألوية الوعد الحق والحوثيين وكل وحزب الله والناس دي كلها، لن ينسى الأحرار كل الصهاينة من الأعراب. يعني بالنسبة لهم الصهاينة مش إسرائيل، الصهاينة السعودية ومصر والأردن والإمارات والكويت، وإن هم يقومون بحماية ظهر العدو اللي هو إسرائيل العدو المحتل. ومن هنا بيحمي العدو طبعا من وجهة نظرهم ومن خيالهم الأهبل، طبعا مصر اللي بتحمي إسرائيل، طبعا السعودية بتحمي إسرائيل، طبعا الأردن بتحمي إسرائيل، طبعا الإمارات بتحمي إسرائيل، طبعا الكويت بتحمي إسرائيل. إذن هي الدول دي هي المستهدفة حوثيا، مستهدفة ألوية الوعد الحق، مستهدفة جحشيا، مستهدفة من حزب الله مثلا. لكن إحنا الأمر لا يتوقف عند هذا فقط، لكن إيه الأسباب اللي تخلي إيران قامت بي تطويق الجزيرة العربية باستخدام العراق وسوريا واليمن لاستخدامهم نقط انطلاق للاعتداء من خلالهم على السعودية مثلا؟ ايه الاسباب التي جعلت ايران تستخدم هذا الاسلوب؟ هنا في كلام خطير جدا ومهم. لكن قبل ما ندخل في سياق الحلقة وتشوف الفيديو المهم لعملية الاعتراض عبر احد المواطنين السعوديين التي تم تصويرها في منطقة علقة بتبوك، دايما بطلب من المشاهد الكريم دعم القناة بكافة الأوجه، لأن احنا من خلال هذه المنصة نتعرض لهجوم لم يتم من قبل. فالدعم بكافة الأوجه بتعليقك المميز، بصمتك الجميلة، وأيضا بانتسابك للقناة، والدعم بكافة الأوجه، كل واحد على حسب إمكانياته. الحقيقة أنه ألوية الوعد الحق نزلت تويتة قبل 24 ساعة من استهداف السعودية الأخير الذي حدث مساء أمس السبت وأيضا صباح اليوم. والتويتة اللي أنا ذكرتها، لكن اللي بيحصل الآن في منطقتنا لازم أن أنا أقول كلام مختلف شوية. واضح جدا استهداف الحوثيين، استخدام إيران أزرعها في المنطقة لاستهداف السعودية ومصر والأردن، دي في المرحلة الحالية. في المرحلة القادمة ممكن جدا يتم استهداف الإمارات، في المرحلة القادمة ممكن جدا استهداف الكويت طبقا للتغيرات المتسارعة أو عملية خلط الأوراق اللي بتقوم بها أمريكا وإسرائيل واستخدام إيران كزراع عسكري في المنطقة، ومن ورائهم الأصابع الصغيرة اللي هي الحوثيين والجحش الشعبي وألوية الوعد الحق وكل الحركات اللي هي الإرهابية اللي موجودة في المنطقة. لكن اللي بيحصل الآن بعد ما هتشوف الفيديو ده هكلمك كلام مهم جدا وخطير. طيب والله مش فاهم لا والله ارحب طب قبلك يا احمد انت صاروخ والله ارحب طب حاضر انا عليك اسمع صوتي هالحين هالحين يجيك صوتي انا بجرب طلع صوتك تسمعوه يا رجال من زمان ابنه يقول ايش هذا ضرب هناك
صرخ مجع حمر يا رجل الله على حمر والله مولع نار فداك طاعه الحين وين يطب كذي ها يا رجل اسمع صاروخ صاروخ الله يلعنه وين طب يا مين طب قريب بعد الفيديو اللي انت شفته عزيزي المشاهد واللي واضح جدا من الكلام اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي في المنطقة الشمالية في تبوك، السعودية تلتزم الصمت لأسباب هذكرها لك في الحلقة، ولكن اللي بيحصل الآن في المنطقة من استخدام إيران لأزرعها، من استخدام أمريكا لحرب الوكالة عبر إيران، لتغيرات تحصل في المنطقة، والتغيرات اللي بتحصل في المنطقة هي تغيرات لـ80 أو 90 أو 100 سنة جاية. لابد من خلال رؤية المشهد اللي احنا بنشوفه لأول مرة، مشهد اللي موجود في استخدام أمريكا للأسطول، مشهد اللي بنشوفه اللي هو عداء غربي للمسلمين، وتقدر تسميه حرب صليبية، الهدف قتل السنة، التهجير واغتنام الثروات، واضح جدا. وانا قلت الكلام ده في البث الماضي اللي هو السابق لهذا البث، لكن ايه المفروض علينا؟ يعني انا شفت اكتر من تعليق، ودي الاجابة على التعليقات اللي هي طلبت طب ايه الحل، ايه اللي احنا نقدر نقوم به لمواجهة الحملة الصليبية اللي بتتعرض عليها، اللي بتتعرض ليها المنطقة، اللي تعرض ليها المنطقة على فكرة عشان بس تبقى الامر واضح، في بعض الدول وبعض الشعوب المغيبة ان هم شايفين ان الحرب دي بعيد عننا، يعني مثلا المغرب شايف ان الحرب دي لا تبقى غلطان، الجزائر شايفه ان لا انت غلطان، تونس شايفه ان هي بعيده، ليبيا شايفه ان هي بعيده انت غلطان، السودان مش ناقص وشايف ان هو بعيد انت غلطان، اي دوله عربيه شايفه ان هي بعيده عن الحرب اللي في غزه وشايفه ان اللي في الصداره مصر وهي اللي هتتحمل وتشيل الفواتير، او ان الاردن هتتحمل عن طريق نقل اللي في الضفه، او اللي في غزه يجوا سينا ومش هيحصل، او ان السعوديه ممكن تجابه ايران لوحدها مش هيحصل. لو انت شايف انه يعني بعض الدول بس هي اللي هتتأثر تبقى غلطان، وانه كده كده سوريا خربانة، كده كده العراق خربانة، كده كده لبنان خربانة، بقت دول اصبحت خرابة واضحة جدا، يعني اليمن اصبح خرابة، كل ده على ايد ايه؟ كل ده على ايد ايران وازرعها. لكن المفروض ان الامر ده اللي قدامنا، الحرب اللي تمارس علينا ببجاحة لم نراها من عقود، يعني ما شفناهاش من أيام صلاح الدين، بجاحة لم نراها، لا احنا شفنا نموذج منها أيام جورج بوش الابن بحجة يعني 9/11، يعني لما جه وبدأ بأفغانستان وبعد كده بدأ دخل في العراق، وكانت واضحة جدا وهو قال إنها حرب صليبية، لكن ده الجزء الثاني من البجاحة الأمريكية للحرب الصليبية. إذن ايه الدور؟ يعني ما هو الدور العربي؟ ما هو الدور العربي؟ لابد فورا من ان على العرب ان يتحدوا اقتصاديا سياسيا عسكريا، وان الاعتماد على بعضنا البعض اكتر من شيء، يعني اكتر من حاجة، يعني الاعتماد على بعضنا البعض في الزراعة، الاعتماد على بعضنا البعض في الصناعة، الاعتماد على بعضنا البعض في التجارة، وقطع الاستيراد عن الخارج الأوروبي والأمريكي بالتحديد فورا ردا على الغرب. ليه؟ لأن اللي الغرب اللي ظهروا، أمريكا اللي ظهروا على حقيقتهم ببجاحة لم نراها من قبل، أصبح واجب علينا الاعتماد على بعضنا، وإن أي واحد يشوف إن هو يكتفي بنفسه بالصناعة والزراعة وإنه أنا مكفي نفسي، لا خطأ، مش هتقدر تجابه اللي جاي لوحدك مهما كانت قوتك، صعب صعب جدا. حتى أبسط شيء الاتحاد قوة، يعني أبسط شيء الاتحاد قوة، إحنا بنتكلمش عن استخدام العنتريات والخطابات اللي ودت في داهية
من حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات، الحقبة اللي ودتنا في داهية. تطويق إيران باستخدام الآلة الفارسية عبر أزرعها لما احتلت العراق، وعبر أزرعها لما احتلت سوريا واحتلت اليمن، فاتخذت من هذه المناطق نقطة انطلاق للاعتداء على السعودية زي الحوثي والحوثي وألوية الوعد الحق والجحش الشعبي. طب ليه إيران غير قادرة على المواجهة المباشرة؟ يعني إيران ليه ما بتواجهش مواجهة مباشرة؟ يعني أنا عندي خلاف عقائدي، عندي خلاف، أنا فارسي وعندي مشروع في المنطقة، أدخل وواجهك. لا، لا النظام الملالي ولا العقلية الفارسية ولا العقلية الإيرانية تتخذ من هذا الأسلوب، فهي بتحاربك من وراء جدار تصدر لك المخترقين من الداخل. السبب إيه؟ السبب إن إيران تخشى المواجهة المباشرة مع السعودية، هي تعلم ذلك، فتقوم بتمويل الميليشيات، وهذه الميليشيات تتخذها دروع ومنصات إطلاق لضرب السعودية، ضرب الأردن، ضرب مصر. لكن على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، إن إيران سهل جدا ضربها ومناطق الاحتلال، لكن السعودية ومصر يعني تقول لك يعني أنا يعني هضرب اليمن يعني هعمل فيها أكتر من كده، هضرب العراق هعمل فيها أكتر من كده. النقطة المهمة اللي يعني اللي عايز أتكلم فيها، بعض اللي عقولهم ذهبت ولم تعود يقول لك إيران دي إيران وكل يعني مثلا الحوثيين والجحش الشعبي وحزب الله دي قوة ما حدش يقدر، واللي طبعا بيساعد على زيادة النغمة دي الآلة الإعلامية الإسرائيلية في خلال الساعات الماضية والأيام الماضية. قلت لك إن لسه النهاردة الإعلام الإسرائيلي الحربي تحدث عن إنه الآلة العسكرية الحزبية اللي هو حزب الله قادرة على الوصول لكل إسرائيل وقادرة على مجاب، يعني بيتكلموا كأنه حزب الله، فهنا في مقدمة لما سيحدث من حزب الله في قادم الأيام. بالمناسبة حسن أبو عمود تم عمل أناونس كده ليه إن هو هيعمل خطاب مهم جدا جدا يوم السبت، هيطلع علينا طلة لم يطل عليها، بس هيطلع لنا المرة دي بالطرحة وهيجيب مع الفرحة. فأبو عمود هيطلع يكلمنا عن أخبار العمود إيه. حسن أبو عمود هيجيب لنا بقى يعني آخر خبر للعمود، وصلوا لفين، إن هم يعني عملوا فيه إيه، أو يعني العمود فيه عمل فيهم إيه ما تعرفش. من ناحية تانية إيران وأزرعها كلها ما عندهاش أي منظومة دفاع جوي. هتيجي تقول لي إيران قدرتها العسكرية دي وصلت انت تقدر دي وصلت للاكتفاء الذاتي، وصلت للاكتفاء الذاتي ممكن يعني في الجبن الرومي، يعني وصلت للاكتفاء الذاتي ممكن يعني ايه في يعني في اي حاجه، يعني ممكن في الزعتر، في يعني الحاجات اللي هي على قدها. لكن ايران عندها دفاع جوي، السنه بتاعت ايران مش اخرمه. يعني لسه النهارده ايران اعلنت عن انه في مسيرات إسرائيلية هم قالوا كده على فكرة تابعة للموساد اخترقت شرق إيران، وإنه تم القبض على ثلاثة. منين جايين؟ من شرق إيران. شرق إيران اللي هو إيه؟ من أفغانستان. طب هي إسرائيل هتعمل إيه في إيران؟ وإيه العداوة اللي ما بين إسرائيل وبين إيران؟ عشان إسرائيل يعني هل إسرائيل مثلا بتنتقم مثلا من إيران؟ انا ما اعرفش اذا كان في، انا بحقيقه ما يعني لم يبلغني ان في عداوه ما بين ايران وبين اسرائيل. ازاي يكون في عداوه ما بين اسرائيل الشرق واسرائيل الغرب؟ يعني منطقيا ما ينفعش. وبعدين عندنا نتنياهو في الكنيست في 2020 كان بيمدح ايران وما صنعته خدمه جليله لاسرائيل في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان، وما ذكره أيضا نتنياهو في الكنيست وشكره لحسن أبو عمود لما قام به
من تقديم خدمات جليلة في لبنان وفي سوريا وفي العراق وأيضا في الأراضي الفلسطينية. وهنشوف في الكنيسة الإسرائيلي أيضا من سيشكر حزب الله وإيران لما صنعوه من حرب غزة اللي هي بتمر الآن، ولكن العام القادم أو اللي بعده هيشكروهم لأنهم قدموا خدمات جليلة جدا. وعلى فكرة نتنياهو قال كده في الكنيسة في 2019، إذا أردنا تحقيق أهداف استراتيجية لصالح إسرائيل علينا بتمويل مالي وتسهيلات لوجستية لحركة حماس والقسام. إذن هناك تفاهم ما بين الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة، الثلاثة أو الأربعة اللي هو إسرائيل إيران حزب الله القسام حماس. الملفت للنظر أنه إيران أوبزيرفر أعلنت كده، قالت أن في صاروخ يمني باليستي أطلق على إسرائيل ولكن السعودية أسقطته، وهما بيشوفوا أنه طبقا للخبر أنه إيران تدعي أن هناك تنشيط لدرع عربي للحفاظ على أمن إسرائيل. أنا بقول لكم الصيغة، وإن تم اعتراض صاروخي ليمني، وإن هم يعني تصدوا السعودية تصدت لهذا الصاروخ. الصاروخ ده اللي هو عدى من فوق تبوك. طب هو طلع من الحوثيين، طلع على تبوك، هيروح إسرائيل إزاي؟ تعرفش، هو مش بيمشي في البحر الأحمر، لكن لا هم عايزين يطلقوا من أي حدة، فمن أي حدة فكن هو بقى يعني ينزل فين يروح فين مش مشكلة، مهم انت ما تضربوش. البخيتي محمد البخيتي كتب تويتة، انا بعتبر التويتة دي هامة جدا، هي طويلة قوي وفيها لك وعجن كتير، لكن فيها بعض يعني اكتر من نقطة هامة جدا. كتب تويتة بيقول فيها ايه، بيقول محور المقاومة عليه ان يعلم ان المعركة قادمة وتروح في الافق، وبناء على هذه المعركة القادمة هي ستحدد مصير المنطقة والعالم، ولا سبيل لتجنبها أو أن احنا نتجنب هذه المعركة التي لابد أن نشارك فيها، وأيضا لا نستطيع أن نتأخر طلبا للسلامة، وعلينا المبادرة بالذهاب لهذه المعركة، والذهاب أيضا النقطة اللي جاية دي أهم على فكرة، الذهاب للعدو. هم بيعتبروا العدو مش إسرائيل، بيعتبروا أن العدو السعودية والإمارات، ده الحوثيين محمد البخيتي. في إشارة من التويتة دي أن الذهاب لعقر دار، يعني بيقول علينا عدم الانتظار والذهاب للعدو. يعني إيه الذهاب للعدو؟ هو مين العدو بالنسبة للحوثيين؟ إسرائيل؟ لا طبعا، تم البوارج الإسرائيلية قدام الحديدة، البوارج الإسرائيلية أمام شواطئ المدن اليمنية المحتلة من الحوثيين، وبدل ما تطلق صواريخ عليهم هناك، تم أنت قدامك البوارج الحربية الإسرائيلية ما تضربهاش ليه؟ أكتر من ست بوارج حربية إسرائيلية موجودة قدامك، لماذا لا تطلق صاروخ واحد عليهم؟ القصة كلها يا جماعة أنه ادعائهم أن إسرائيل هي العدو، الكلام ده خاطئ طبقا لكلامهم هم كمان. يعني الإدعاء بأنه أن مثلا أن ضرب إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، هم ما لهمش غرض لضرب إسرائيل، لأن إسرائيل قدامهم في البحر الأحمر قدام الشواطئ اليمنية. لكن القصة كلها إن أعدائهم هم السعودية ومصر والإمارات والكويت، ولكن بالأخص السعودية والإمارات على الرأس ثم الكويت. وبيتكلم على إنه إن محمد البخيتي ذكر جملة كده، قال إن العدو اللي إحنا لازم نجابه للداخل يمتلك من الإمكانيات العسكرية الهائلة والمادية الهائلة. طب هنا السعودية، هنا إسرائيل اللي عندها إمكانيات عسكرية هائلة ولا إمكانيات مادية هائلة؟
هو بيقصد هنا السعودية، بيقصد هنا الإمارات، وأعداء الحوثي هما الاثنين دول بس. هو يعني هما مكلفين بمهمة الاثنين دول، اللي هي مين؟ اللي هي يعني السعودية والإمارات. مصر دخلت مؤخرا، حاول ان هو يعني يشتبك معاها، ولكن الرسائل وصلت. هنا العدو الواضح احنا اتكلمنا عنه، وده مفهوم مؤكد طبقا للعقلية الحوثية. إذن ماذا علينا؟ ماذا علينا هو في إطار تفسير سر الصمت السعودي. السعودية لا تبالي، ولا حتى مصر ولا حتى الإمارات لا تبالي بالضربات أو الهموش الخائب من الحوثيين. ليه؟ لأننا لو اديت له نفس الاهتمام اللي كان بيحصل قبل كده، يبقى أنا اديت الفرصة لإيران، واديت الفرصة من وراهم أمريكا، واديت الفرصة من وراهم إسرائيل لتحقيق طموحهم في المنطقة. القصة كلها إنه إيران تريد أن تجر السعودية ومصر والإمارات لحرب، وإيران من غير حرب لن يتم السماح لها بالتمدد أو الاستمرار كنظام. فزرعتها في المنطقة هي لغرض إشعال الحروب واستمرارها، وفي نفس الوقت هي دي الصلاحية اللي جاية عليها. يعني إيران دي صلاحيتها في المنطقة، جاي من هنا. فمهما كانت استهدافات إيران وأزرعها في المنطقة، ومهما كانت أزرع أو من يؤدي الحروب بالوكالة عن أمريكا في المنطقة، لن يستطيعوا جر السعودية ولا مصر ولا الإمارات بحرب الوكالة. ولكن علينا الاستعداد للحرب المباشرة إذا لم تؤتي هذه الحركات يعني تحركاتها ثمار تجنيء أمريكا في المنطقة. فأمريكا تطمع في الغنيمة بالثروات اللي موجودة في المنطقة، الثروات اللي هي الغاز والنفط. وطبعا احنا عندنا السعودية مليئة، البحر الأحمر مليء بأبار الغاز والنفط، وده لم يكتشف بعد، وده موضوع تاني خطير. يعني زي الـ 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 الغاز الهائل اللي موجود في شرق المتوسط اللي اكتشف في خلال الأربع سنوات أو الخمس أو ست سبع سنوات الأخيرة. أيضا البحر الأحمر مليء جدا بالخيرات، عشان كده أمريكا عايزة يكون في حرب، اللي هو اللي بيحصل في السودان، اللي بيحصل في الجنوب. فالاغتنام بالثروات حتى يتم استمرار. ليه؟ لأن أنا قلت في البث السابق أنه أمريكا هدفها في حروبها في المنطقة أو يعني هي الاغتنام بالثروات اللي هي النفطية أو الغاز أو المعادن، دي بالنسبة لها هي وقود الحضارة بتاعتها. فإزاي أمريكا أن هي تسير بالحضارة اللي بنتها من مص خيرات العرب، وإنه المناطق كلها تغتزل كثير من الثروات، وأمريكا استحالة أن هي تسيبها. فلازم تزرع الفتن وتزرع الحروب، وإذا ما كانش نافع إيران ولا أزرعها فالحرب المباشرة ممكن تنفع بالحجج الأمريكية. إذن علينا الانتباه للي أنا قلته في بداية الحلقة، اللي إحنا لابد فورا أن على العرب أن يتحدوا، ومش أقدر أتكلم في تفاصيل أكتر من اللي أنا قلتها في الأول، ولكن لا أقدر أقوله لك إنه أحيانا نأتي متأخرين أفضل من أن لا نأتي أبدا. ربنا يحفظنا من شرور حروب أمريكا في المنطقة، من الحروب الصليبية. البعض يتشائم من الكلام اللي أنا ممكن بقوله، البعض، أنا شفت بعض التعليقات كده، ولكن أنا ممكن أن أنا أرغي لك رغي فاضي، ده أفضل لك، ولأن أنا أواجهك بالحقيقة وأن أنت تقرأ وتفهم وتعي أفضل. ممكن المشهد يعني يكون قاتم قام، لكن انت المشهد واضح جدا في غزة، المشهد واضح جدا في الأسطول اللي موجود، المشهد واضح جدا في الحرب الصليبية اللي بتعد، المشهد واضح جدا فيما أمريكا والغرب يفعلا معا، بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وتفعل ما تشاء لجر المنطقة، ومن حق إيران تفعل ما تشاء لجر المنطقة لحرب. إحنا بنواجه بجاحة أمريكية، بجاحة غربية، وإن إحنا مفروض نعتمد على بعضنا البعض، والبعض يقولك إن أنت بتتكلم كلام
غامق ومحبط جدا. امال الصوره اللي بتصدر لنا على شاشه التلفزيون دي ايه؟ يعني من الافضل ان انت لا تشاهدني وتشاهد يعني قناه العربيه والحدث وسكاي نيوز والجزيره. الافضل ليك ان هي ممكن تكون بتزعلك امور افضل شويه، بتكون بتشوف يعني مسرحيات هزليه مضحكه افضل من اللي هنا. ربنا يحفظنا جميعا، دمتم في امان الله.